شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم يا أطفال، فرحانين لكم هنا؟ نعم. إذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. أنتم والأصدقاء لم يشاهدوا فينا، وهما تاني اللي حبوا يحضروا كما أنتم حضرتوا، ما عليهم إلا يتوجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالطريقة التالية باش يشاركوا. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، عمو يزيد حبي يستضيفكم كامل، شوية على الصبر وتكونوا معنا هنا إن شاء الله. في هذه الفترة هذه كان يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي لأيتام الحروب. أبلكم يا أطفال باللي العالم فيه حروب، فيه عدة أشياء، والعنصر الأول اللي يتضرر من هذه الأشياء هو الطفل. الطفل هو اللي يتشرد، الطفل هو، لأنه الطفل لا ذنب له، كما أنتم هكذا عاقلين كالملائكة يا أخي وشاطرين وكامل نحبوكم وكامل. لذا دائما احنا نضمنوا في أول وهلة مع الأطفال، الأطفال لأننا نحبوكم ونحبوا نربيكم أحسن تربية يا أخي. بهذه المناسبة هذه حبينا نستضيف اليوم أطفال جونا من خلال جمعية كف اليتيم لمفتاح. حيوهم حيوهم حيوهم، وإحنا من خلالكم ومن خلال هذه الوقفة هذه نقولوا كاع للأطفال الأيتام وكاع الأطفال المحتاجين وكاع الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، رانا معهم، رانا متضامنين معهم. وعلى بالي باللي الأطفال سواء أيتام ولا ذوي احتياجات خاصة ولا عندهم إرادة كبيرة كبيرة كبيرة. ومن بعد راح نسقسيكم إذا تقرأوا مليح ولا لا. تقرأوا مليح هذا هو. إذن يا أطفال نجحكم في دراستكم المثابرة يا أخي. وأي يتيم إذا كان ما عندوش الأب ولا الأم، إحنا الأب نتاعو وإحنا أمه يا أخي. مرحبا بكم ولدي. إذن قبل ما نروح للفقرة الموالية نطرح عليكم لغز اليوم، تحبون الغاز؟ نعم. إذن لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع؟ أعيد اللغز لكم، والأصدقاء اللي هم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا عبر موقعنا عمويزيد.com بالطريقة التالية: أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن فكروا، ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع مع أصدقائنا اللي رام يشوفوا فينا وانتم شاطرين على بالي في آخر الحصة تعطوا دي الجواب. قبل هذا الشيء راح نروحوا نكتشفوا شخصية معروفة في الكفاح المسلح الجزائري، عباس الغرور، مع نورهان. تفضلي نورهان. تصفيق على نورهان. تفضلي بنتي، تفضلي. السلام عليكم يا أصدقائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وها نحن اليوم على موعد جديد بشخصيات أعطت للجزائر أغلى ما تملك. إنه عباس الغرور. ولد عباس الغرور في 23 جوان 1926 بدوار إنسيغة بولاية خنشلة. ينتمي إلى أسرة فقيرة. دخل المدرسة الفرنسية واستطاع الحصول على الشهادة الابتدائية. بعدها توجه إلى الحياة العملية، فتح دكانا للخضار والفواكه في السوق العامة للمدينة، وهذا لتمويه الاستعمار عن نشاطه الحقيقي. ولقد أصبح هذا الدكان مكانا يلتقي فيه مناضلو الحزب لعقد اجتماعاتهم السرية، وبرفقة الشهيد مصطفى بن بولعيد وآخرين. ساهم عباس الغرور بالتحضير للثورة في منطقة الأوراس، وقد أشرف على الأفواج التي أوكلت لها مهمة شن الهجوم ليلة 1 نوفمبر 1954. منذ اللحظات الأولى للثورة المسلحة برهن عباس الغرور على حنكته وشجاعته وقدرته على القيادة والمناورة وإلحاق الهزيمة بالعدو.
غادر الجزائر إلى تونس في شهر أكتوبر 1956 برفقة عدد من الإطارات، منهم عدد من الطلبة الذين غادروا مقاعد الدراسة لتحرير الوطن أمثال منتوري محمود، وكان لغرض اتخاذ موقف موحد. توفي عباس الغرور يوم 25 جويلية 1957 في تونس مع عدد من الإطارات الثورة الجزائرية. برافو 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 نورهان، برافو 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 برافو. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الجزائر حرة مستقلة بفضل التضحيات تاع الشهداء هذول اللي ضحوا بالنفس والنفيس. إذن دائما نترحم عليهم ونقول المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. يا أطفال، بما أننا في اليوم العالمي ليتامى الحرب، وحبينا اليوم نقف وقفة مع اليتامى كامل ونقول لهم اللي نحبوهم، حبينا نديلهم أغنية نقول فيها عيني عيني لا تبكي. يلا تغنوا كامل معايا. مرة كنت مع صحبي يوم من أيام العطلة، نادى صوت من قربي كانت أما لي عبد الله. مرة كنت مع صحبي يوم من أيام العطلة، نادى صوت من قربي كانت أما لي عبد الله. قالت ابني يا حبي يا مهل أم إلي يلا، قالت ابني يا حبي يا مهل أم إلي يلا. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمه، ماذا تريدين مني تحضنه تمسك يمناه. راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمه، ماذا تريدين مني تحضنه تمسك يمناه. هاك الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى، هاك الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب. عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب، لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب، لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. مهما خالي أو عمي أعطاني حبا جما، أو أبي أو كل الناس لن تعودني أما. مهما خالي أو عمي أعطاني حبا جما، أو أبي أو كل الناس لن تعودني أما. هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما، هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما. عيني عيني لا تبكي يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع.
برافو 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 برافو، شكرا 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 يا أطفال شكرا. إذن رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع، إذن رحمة الله واسعة ولا نهاية لها. يا أخي يا أطفال، نعم، وش رأيكم نروحوا مع ألعاب الخفة؟ نعم. إذن يلا نروحوا مع أبو نسيم في ألعاب الخفة. مرحبا بك أبو نسيم، تفضل. إذن تفضل أبو نسيم، تصفيقة 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 على أبو نسيم. السلام عليكم يا أطفال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بالي بلي تحبوا الألعاب الخفة، ولهذا اليوم رحيم تشاركوا كامل معايا. قبل ما نبدأ لازم لي واحد ولا واحدة. تفضل أنت أروح. تفضل. واسمك؟ عمر. عمر اسمك شباب، حيونا عمر. هنا يا أطفال راكم تشوفوا بلي عندنا كيس، راك تشوف الكيس مس فيه شيء ما، خليه في يدك شدو في الاخر راح نشوفوا واش فيه الكيس هذا. هنا عندنا لوحة، راكم تشوفوا معنا لوحة فيها خانات، نطلب منكم تعطيوني أسماء فواكه أو خضر. نبدأ بالفواكه قبل، عطوني اسم فاكهه. ما شكون تفضلي عطيني اسم فاكهه. تفاح. زيد تيا اجاس. زيد انت اناناس. تعرف تخير ها. زيد كيوي. وتيا موز. لذيذ جدا. زيد فراولة. تيا تفاح. تفاح قالوا شوفنا واحدة أخرى. نجيب لازم تغطي راسك. شوفنا مونغا. بعتي. زيدو إيجاز قالوا. تيا برتقال. فيتامين. زيد عنب. دوكا نروحوا الخضر. باذنجان. زيد جيد. زيد طماطم. طماطم راكم تشوفوا كاع معنا، كل واحد فيكم عطانا اختيار لفاكهه من الفواكه، وكان عندنا الخضر ياك عمر. هنا عندنا الخضر والفاكهه، وهنا عندنا ارقام مثل الساعه من 1 الى 12. راكم تشوفوا عمر خير اي رقم يعجبك من 1 حتى ل 12 اللي يعجبك. خمسة ولا خمسة ما تبدلش، اذا حبيت تبدل تقدر تبدل عمر، ما تبدلش. اختيار النهائي حنا نوضعوا هذه الإشارة هنا في الرقم 5. راكم تشوفوا ندوروا بهذه الطريقة ونبدا نحسبوا منا من يخير هو 5 نحسبوا رقم 5. احسبوا معنا 1 2 3 4 5. الاختيار تاع عمر واش طاح لك؟ موز. راكم تشوفوا واش طاح له؟ موز. لو كان خير 6 كان طاح له تفاح، 7 كان طاح له إجاز. دونك عمر خير الموز. نعود نفكركم باللي في البداية كنت عطيت الكيس لعمر فيه شيء إدمى، قدرت تفتحوا ترينا واش فيه الكيس هذاك؟ وري له واش كاين. يا أطفال، هل هي مجرد صدفة أم حيلة من حيل الألعاب السحرية؟ شكرا. شكرا 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 أبو نسيم. برافو برافو برافو، شفتوا يا أطفال؟ جميل ها؟ إذا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع أبو نسيم بهذه الألعاب السحرية. واش رأيكم نروحوا دركا نحكي لكم حكاية؟ يلا نحكي لكم اليوم حكاية الرجل الفقير. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الرجل الفقير. واحد النهار كان واحد الرجل فقير محتاج،
وعنده جاره غني غني، قال انا ولا غير نقصد جاري هذاك ونقول له يعاونني بصدقه ولا بحاجه ولا بعمل ولا باي شيء. راح لعند جاره هذاك قال له عاوني صدق عليا ولا شوف لي خدمه ولا سلف لي ولا. وهذاك جاره متجبر يعطيها هكذا بالكلمات الجارحه وكامل يقول له انت ولا شيء، انت ما تصلح لوالو، انت فقير وانت ما نعطيلكش دراهم، ويحوزوا هكذا جرحوا. ومن بعد راح هذاك الرجل مجروح هكذا وكامل الغني ما حبش يعطي له دراهم وكامل ما حبش يعاونه ما حبش يساعده. راح بعد يومين من بعد رجع عند زوجة هذاك الغني، قال له راح نشوف زوجة ديالو بالك هي اصلح منه، بالك ناس ملاح، بالك غير فتحت له الباب قال فوالا انا رجل فقير جيت عند زوجك هذه يومين سبني و يعني اهني في الكرامه تاعي، قالت له لا سمح لنا، دخلت للدار عطات له الماكله، قالت له كول، قالت له سمح لنا بالك ما كانش مليح بالك كذا، ما حبتش هي كي جرحوا وقال له هذاك الكلام القبيح وكامل. هما قاعدين هكذاك حتى دخلوا رجال الشرطه، رجال الشرطه دخلوا مع زوجها ولكن كانوا دايرين له المينوت. قالت له واش كاين واش كاين؟ قالوا لها زوجك كاع هذه الثروة نتاعو دارها بالاختلاسات والسرقة، سراق. نادى هذاك الفقير قال له أنا تسبني وتجرحني وكامل وأنت سارق تسرق هذا الشيء وكامل. ومن بعد هذوك رجال الشرطة قالوا له أنت واش راك دير هنا؟ قال لهم فوالا أنا جيت لعنده عندها أيام هكذا وجرحني وما حبش يعاونني وما حبش كذا. ومن بعد جيت عند زوجة تاعو وراني هنا، زوجة تاعو خرجت ناس ملاح وكامل. دونك قاسهم بهذيك الهضره تاعو كامل شو اثر فيهم. دونك قالوا له تعال معنا حنا نوجدوا لك عمل وكامل. هذوك رجال الشرطه داوه وساعدوه وجدوا له عمل وكامل وبدا يعمل. يعني الانسان كان محتاج مساعده فقط. عمو يا زيد نستخلص من الحكايه تاع اليوم انه كلمه واحده تسبب الاخطاء وصدقه واحده تجعل الاشياء جميله. برافو 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 بوبي، برافو برافو، جميل جميل جميل. إذن كلمة واحدة تسبب الأخطاء وكلمة واحدة تجعل الأشياء جميلة. إذن الإنسان لما يجيك السائل، أما السائلة فلا تنهر، أما السائلة فلا تنهر، وأما اليتيمة فلا تقهر. برافو برافو. إذن كي يجيك السائل وكامل ما لازمش تنهره، ما لازمش، لازم الإنسان يحاول قدر المستطاع. بالمرة الإنسان ما يقدرش ولكن كلمة حلوة معلش يا أخي. يلا معي أطفال. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ جميل. إذن لازم نردوا بالنا كي نهضروا مع الناس، أما السائلة فلا تنهر وأما اليتيمة فلا تقهر. برافو برافو. لحقنا لواحد الركن اللي أنا نحبه بزاف، هو ركن البريد. البريد اللي أنتم يا أطفال ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. بوبي شوف لنا، بعثوا لنا زملائنا واصدقائنا الاطفال رسائل نقراوهم. كاين؟ شكرا شكرا بوبي شكرا. اذا نحب نقرا هذه الرسائل لنا. الرساله الاولى، بنقدر عبد الله 10 سنوات من مدينه سيدي موسى. الرساله تقول الله يبارك عمو يزيد وكل الأطفال. برافو برافو، نحبوك حنا تاني. إذن الرسالة الموالية تقول عيد الماريا 7 سنوات من الجزائر العاصمة. قالت عمو يزيد مسلي جدا ويعطينا فوائد كثيرة. مسلي عمو يزيد؟ شكرا شكرا. إذن بنتي ماريا عيدل الله يخليك على هذا الاهتمام هذا، حنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. الرسالة الموالية تقول لعليليش ريان 13 سنة من الجزائر العاصمة كذلك، قال لك أنا أحب عمو يزيد لأنه رائع. رائع عمو يزيد؟ شكرا شكرا وليدي الله يخليك على هذه الرسالة الجميلة هذه. الرسالة الموالية تقول شكيكين هديل 12 سنة من مدينة العطاف ولاية عين الدفلة. سلامنا لكل سكان مدينة العطاف وولاية عين الدفلة كلها.
قالت لكم السلام عليكم، حصة جد جميلة ونستمتع وتستمتع بها كل العائلة. برافو برافو هادي، الله يخليك بنتي، سلامنا لكل الناس العطاف. آخر رسالة اليوم تقول تكون جميلة هادي سير. لوسيف عبد الرحيم 13 سنة من مدينة برج بوعريريج، قالك حصة جميلة جدا ومفيدة، أشكركم على مبادرتكم الجميلة. يا عبد الرحيم لوسيف لا شكر على واجب، وشكرا لك أنت على الاهتمام. إذا عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل هذو، نحبهم نحب نقراهم. شكون اللي عنده نكتة جميلة اللي حقنا ركن النكت؟ تعالي بنتي، روحي بنتي، تعالي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ دنيا. دنيا شحال في عمرك دنيا؟ 8. 8 ايام؟ 8. 8 شهور؟ 8. 8 واشن؟ سنوات؟ إذا 8 سنوات. حكينا النكتة تاعك بنتي. كانت واحد النملة تمشي وتبكي تمشي وتبكي، تلاقيت مع الفيل، قال لها الفيل واش بك يا نملة على راكي تبكي؟ قلت له يما وبابا ماتوا. الله زاد قتلها هو تاني، قال لها يا سبحان الله. يا سبحان ما شافهاش. اوكي بنتي الله يخليك. شكون اللي عنده نكتة تاني؟ تعال تعال وليدي اقعد وليدي. واسمك؟ سيد أحمد. سيد أحمد وين تسكن سيد أحمد؟ في براقي. في براقي، شحال في عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات، احكي لنا النكتة تاعك. كاين واحد الطفل يجيب لابوبير، ومن بعد قالت له يماه شنو هذه الزوبيه؟ قالها الأخرى بيانو. بعدها جاب الدبان يدور على الزوبيه، قالت له وشكون هادو؟ قالها هادو جمهوري. وبعدها جا واحد الفار، قالت له شكون هذا؟ قالها المغني. مغني. برافو 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 برافو. تعالي بنتي تعالي قعدي. واسمك؟ بشرى. بشرى وين تسكني بشرى؟ في مفتاح. الله يبارك، شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنة. الله يبارك. حكينا النكتة تاعك. في يوم من الأيام كانت مرا ومعها وليدها، وباباهم كان متوفي، وقاتل وليدها قاتلوا هاك 50,000، راح عند الجواج اللي جاجة تاع 50,000. ومن بعد ديك كي راح لقى الجواج غالق، لقى مجموعة من الأولاد قال لهم إذا نلعب معاكم؟ قالوا له لازم تمدنا درهم 50,000. هو كان عم بالهم بلي عنده 50,000. قال لهم لازم تمدنا 50,000 تلعب معانا. ومن بعد هو مدها لهم، كي مدها لهم لعبوا لعبوا لعبوا. من بعد تكشف الجواج يفتح، قال لهم أنا رايح نشري. ومن بعد حوس هكا قال نسيت بلي مديت لهم دراهمي. ومن بعد قعد حاير حاير حاير. ومن بعد قالها راح عندي يمه راح يبكي. قالت له واش بيك؟ قالها بلي رحت نشري لقيت الجواج غالق. قالها مديت 50,000 لصحابي باش نلعب. قالت له معليش يا وليدي. قالت له المهم لي حكيت لي الحقيقه وما كذبت عليا. قالت له ما نزعفش عليك، كله كان كذبت عليا نزعف عليك. برافو 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 برافو. جميل 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 جميل. الحقنا دركا للجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع؟ تعالي بنتي روحي. واسمك؟ زينب. زينب وش هو الجواب؟ وش هو الجواب تعلق؟ الجواب هو الشخص الذي يموت لا 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 يرجع. لا لا مش الشخص. ما هو الشيء تعالي بنتي، ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع؟ دخان. اوه واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين وين تسكن ياسمين؟ شوفي في الكاميرا. في الحامس. في الحاميه. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. إذن هو الدخان الشيء الذي يذهب ولا يرجع، هو الدخان. أعطيني الهدية تاعها الشاطرة هذه. إذن بنتي عمو يزيد يهديك هذا الشوب باش تشربي فيه الحليب والماء وثلاث أقراص مضغوطة، ثلاثة تاع السيدي. آخر أغاني عمو يزيد، في كل سيدي عندك 22 أغنية خاصة بالأطفال، إن شاء الله تستفادي بهم بنتي. تفضلي. العفو العفو بنتي، لا شكر على واجب. يا أطفال ككل حصة عندنا اليوم عيد ميلاد فدوى 10 سنوات. تعالي بنتي تعالي تعالي، حنا نغنوا الفدوى عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكادو تاع فدوى. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، وكل
زين وقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا سنة وتعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. إذا فدوى 10 9 7 6 5 4 3 2 1. برافو 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 برافو. أعطيني الشهادة تاعها أعطيني الشهادة تاعها. إذا فدوى عمو يزيد يهدي لك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل. وانتم كذلك يا أطفال كامل كما راكم هنا غير تخرجوا تسيبوا الشهادة كلها تنتظر فيكم في الخارج بتاخذوهم معكم كذكرى تحتفظوا بهم. يا أخي العفو 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 العفو. فدوى بما أنك جمعتي 5 قسيمات من علب حليب رامي ورسلتنا على صندوق باري 42 ألف استوالي العاصمة راعي البرنامج يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه إن شاء الله تستفادي بها بنتي. تصفيقة 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 عليها هذه الدراجة مهداة لك. إذا تحية الجمعية كافي اليتيم على المستوى الوطني وخاصة مكتب مدينة مفتاح. شكرا على الحضور معنا ونحبكم كامل يا أطفال ورانا متضامنين معكم مع كل الأطفال المحتاجين ومع كل أطفالنا باش يتربوا بالطريقة السليمة. أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.